السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. عايز مشتركين على قناتك على اليوتيوب بالآلاف، وعايز مشاهدات ما شاء الله تزيد عندك وتوصل، سواء فعلت الدخل أو لسه ما فعلتش الدخل. في استراتيجية أنا اتبعتها ما شاء الله، الاستراتيجية دي طبقتها على القناة اللي أنا بكلمك منها دلوقتي، قناة رضا حاتم. ما شاء الله لقيت عدد ملحوظ جدا في عدد المشتركين وكمان في المشاهدات والأرباح كمان. الاستراتيجية دي ما استكفتش، اللي هي زودت لي عدد المشاهدات والمشتركين على قناة رضا حاتم. بدأت أعمل بالاستراتيجية دي قناة جديدة، وفعلا فتحت قناة جديدة ورفعت فيديو واحد على القناة. الفيديو ما شاء الله في مسافة شهر جاب لي 185,000 مشاهدة وجاب لي 1600 مشترك، وبكده فعلت الدخل على القناة التانية بفيديو واحد بس. الاستراتيجية دي عملتها عبارة عن سلسلة من مجموعة فيديوهات، وتقدر تتفرج عليها ان شاء الله من قناة علمني يوتيوب. فتحنا القناة ديت عشان نبدأ نعلم الناس اللي احنا اتعلمناه من اليوتيوب، وازاي تنجح في قناتك على اليوتيوب، وازاي تزود ارباحك، وازاي تزود مشتركينك ومشاهداتك على اليوتيوب. رابط القناة هتلاقيه موجود في الوصف، وهتلاقيه موجود في اول تعليق. القناة دي يا جماعة هتفيدكم جدا جدا ما شاء الله. انا عن نفسي هقدم كل اللي انا اعرفه في مجال اليوتيوب، المعلومات اللي هتفيدكم، وكمان هقول لك ازاي تبقى محترف جدا في اليوتيوب. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.